خلينا نتكلم شويه يا كابتن في بكره بقى اللي هو بوتافوجو، ماتش صعب جدا. هقول لحضرتك بس اكيد الناس عارفين، حضرتك عارف، نزلوا درجه ثانيه 2020، رجعوا 2022، فازوا هذا الموسم بكوبا ليبرتادوروس اللي هي بطوله امريكا الجنوبيه في النهائي على فريق برازيلي. النهارده خلصوا الدوري فارق 6 نقاط عن بالميراس اللي هو معاك في كاس العالم للانديه، عندهم مدرب برتغالي محترم، عندهم ملياردير امريكي صاحب النادي، وبالتالي هو ده اللي نقل النادي النقله الكبيره دي. شايف الناس بتتعامل مع بطل الدوري البرازيلي وبطل امريكا الجنوبيه بما يستحقه من احترام، ولا ناس متخيله انه عشان احنا كنا كسبنا بالميراس زمان فالامر بقى بالنسبه لنا سهل ان احنا نكسب بوتافوجو؟ لا، هو الظاهره اللي واضحه دلوقتي انه البريق بتاع الكره البرازيليه نعم بينعكس من خلال المنتخب البرازيلي. نعم. فمنتخب البرازيل في السنوات السابقه ليس في احسن حالاته. ده صحيح. وبالتالي ده انعكس على سمعه الانديه البرازيليه. نعم. وبالتالي فانا اعتقد انه التقييم بهذا الشكل تقييم خاطئ. لابد ان احنا ندرس يعني المنتخب البرازيلي خسر 7 من منتخب المانيا وفي نتائج كارثيه وبتاع، لكن الكره البرازيليه تظل هي سيده الكره في العالم حتى الان. حتى الان، لانه الكره تطورت في العالم، اصبحت بلاي ستيشن، ما اصبحتش كره قدم. لكن المهارات الفرديه عايزها، عايز تشوفها تستمتع برازيل بيها، روح اتفرج على مباراه للدوري البرازيلي او لفرقه من الدوري البرازيلي. ما زال عندهم تلك اللمسات، ودول عندهم شراسه كمان، يعني بوتافوجو مع المهاره عنده شراسه غير عاديه. كانت عيب المنتخب البرازيلي والكره البرازيليه هي ضعف حراسه المرمى، انت فاكر ما كانش حارس المرمى عندهم من النجوم الكبيره بالظبط، وكان عيوبهم ان هم بيهتموا بالجماليات اكتر ما بيهتموا بالموضوع نفسه. يعني ناس رايقه يرقص ويعمل والفرقه مثلا مغلوبه. لكن عملوا ايه؟ عملوا تزاوج يا كابتن احمد ما بين اللياقه البدنيه الاوروبيه والمهاره الفرديه البرازيليه، صح، وانشاوا لاعبين جدد بمواصفات جديده عندها القوه والسرعه واللياقه البدنيه العاليه والشراسه وعندها المهاره الفرديه، لكن دي اخذت منهم وقت، لكن هم راجعين ماشيين وعارفين طريقهم وهيرجعوا مره ثانيه يسودوا العالم. لانه على فكره هم سادوا بطولات كوبا ليبرتادوس، يعني اخر 6 بطولات 4 فرق برازيليه او 5 فرق برازيليه واخدينها، فلامونجو واخد مرتين، بالميراس واخد مرتين، بوتافوجو النهارده واخد مره، فهم يعني عادوا اكتسحوا يعني امريكا الجنوبيه، واكيد زي ما حضرتك بتقول هيرجعوا على بطولات كاس العالم قريبا يعني. اكيد الفتره اللي فاتت لاحظنا وتابعنا مدرب شاب فريق برشلونه بادائه المبهر عده سنوات بقيادة ميسي، وبعدين اتجهنا إلى مانشستر سيتي بالكرة اللي هي أنا بسميها التيكي تاكا والبلاي ستيشن جوارديولا. لكن يعني أنا شخصيا كنت محب جدا للكرة البرشلونية، لكن في الآخر ما عنتش بتفرج على برشلونة، بقيت بتفرج على ريال مدريد، بتفرج على السيتي. ليه؟ لأن حسيت إن أنا بجزع. عارف كلمة بجزع؟ لما تاكل حاجة حلوة زيادة عن اللزوم. فالكرة اللي بتاعت برشلونة كانت بتجزع، يعني فيها فنيات وجماليات تخليك يعني عايز جول. دول بيقعدوا يعملوا حركات وونتو وكور بينية وترقيص وبتاع، وبعدين لغاية ما يخش بالكرة الجول. نعم. انا بالنسبة لي الكرة متعتها في المحاولات. نعم. انك انت بتعمل اوفر، بيدخل راس حربة مع قلب دفاع، بتبقى هنا معركة، وبعدين بنشوف حاجة جديدة. الكرة بتاعت برشلونة بدأت تنقرض، بدأت تعود الى الوراء، بدأت في السنين اللي فاتت الكرة بتاعت مان سيتي هي اللي تسود. وفي الفترة الأخيرة بدأت كرة ريال مدريد هي اللي تظهر، لكن مش هتستمر الكرة بتاعت ريال مدريد، مش هتستمر. اللي هيسود في المرحلة الجاية هي الكرة البرازيلية، هتعود مرة تانية، لأنه أنت وأنا والمشاهدين بيحبوا المهارات الفردية. تنبهنا أو تنبه الأهلاوية، تنبه الجمهور الأهلاوي، تنبه الناس اللي موجودين مسؤولين قبل مباراة بوتافوجو، لأن أنا خلاص أنا بتكلم في 5 أيام، تنبهنا أو تحذرنا من إيه وبإيه؟
ايه ولا ايه ولا ايه. كتير تحذيرات كتيره. عارف بس الناس تعرف اهميه تحذيرات كتيره جدا. يعني بنتكلم بالتحذيرات يبقى نتكلم عن الحذر. نعم. الحذر يعني لابد ان انا يعني اكون احسب حساب كل خطوه اخطوها. نعم. ما اتجهش للهجوم بعدد كبير من اللعيبه لانه هفتح مساحات والمساحات دي هتساعد. نعم. على سيطره الفريق البرازيلي. نعم. يبقى الحساب ان انا بهاجم لما تكون معايا الكوره بعدد مناسب. نعم. والكوره لما تقول عدد مناسب يعني حامل الكوره مع اثنين راسين حربة وواحد تحتيهم دول. نعم. يكفوا لتسجيل هدف. عمر. نعم. ما كثرة المهاجمين تجيب أهداف. دي تعمل لك زحمة على فكرة. وبالتالي فالحرص واجب. الكرة السهلة انك انت تلعب للمجموعة لان في لعيبة بيستغلوا المناسبات اللي زي دي وعايز بقى ايه يطلع اللي عنده. فتبص تلاقيه يطلع مهارات مش في وقتها. نعم. او ان هو يحاول يعمل لعبه مش في مكانها. نعم. وبالتالي يعني يتسبب في خطا وفي هدف. عايزين نعلم اللعيبه ازاي يعني روح الصمود امام الضغط باستمرار. انك انت ازاي انك انت تصمد امام لعيبه يعني ما انتش عارف تستحوذ الكره منهم. يبقى لابد انك تعمل ايه محاوله وتغطيه خلفيه. يبقى اللي بيخش وبيخش وراه واحد تاني بيغطي مكانه وتلعب الكره السهله. وقبل كل ده لابد ان نكون في الفورمه. لازم يكون مستوى اللياقه بتاعي يعني عالي. لازم يكون مستوى الذهني تركيزي يكون عالي. لازم يكون طموحاتي تكون عالية عشان خاطر يبقى في هدف عايز أوصل له. مش مجرد ان انا رايح اتصور واغير الفانيلا. نعم. لا احنا تخطينا المرحلة دي يا كابتن احمد. احنا تخطينا مرحلة انه الحصول على